السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. كنتمنى يا ربي تدوزوا في أحسن الأحوال مع الأسر ديالكم والأحباب ديالكم، ويدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتوا إن شاء الله. وكنتمنى كذلك من الله أنه يتقبل العبادات ديالنا وصيامنا وقيامنا في هذا الشهر الفضيل. للأخوات المغتربات كنتمنى لكم تكونوا دوزوا في أجواء عائلية كلها فرح وسرور إن شاء الله. حبيت نشارك معكم اليوم الوصفات اللي قدمت في المائدة ديالي للفطور ديال العيد، وصفات سهلين وببساطة اللي تلقاهم كاملين في القناة. غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف، والآن خليكم مع هاد الصور، وكنتمنى لكم المرة الثانية عيد مبارك سعيد، ونتلقاو فيديو جديد إن شاء الله.